السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي التلفزيون الجزائري في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص الذي يسبق الحفل الرسمي لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من مدينة الغردقة المصرية. الحفل طبعا سيكون منقول على شاشات التلفزيون الجزائري. طبعا الجزائر متواجدة في 4 جوائز رسمية: أحسن مدرب، أحسن لاعب ينشط في القارة السمراء، وأيضا أحسن لاعب عموما في القارة السمراء، وأيضا أحسن منتخب. والجزائر بالتأكيد مرشحة بقوة لنيل جوائز الكاف لهذا العام. البرنامج اليوم يحضر طبعا معي للتحليل والنقاش قبل الانتقال إلى مدينة الغردقة زميل يزيد وهيب الإعلامي في التلفزيون الجزائري، أهلا، أو الإعلامي طبعا المعروف. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا ومرحبا بك. كذلك عامر منسول مدرب في كرة القدم، طبعا مدرب معروف، مدرب محترف، أهلا ومرحبا بك، شرفنا اليوم. أهلا وسهلا، وكل عام والشعب الجزائري بخير إن شاء الله. وأيضا زميلي العزيز هشام سعدودي الصحفي بالقسم الرياضي هنا، مرحبا بك، شرفتنا هشام. شكرا، مرحبا بالعزيز، مساءكم سعيد أعزائي المشاهدين. إذا مساء سعيد، طبعا مساء إفريقي. قبل أن ننتقل بالتأكيد إلى مدينة الغردقة، دقائق قبل انطلاق الحفل، حفل جوائز الكاف، 8 جوائز هي بالتأكيد في المزاد. يزيد، بداية حضور جزائري في 4 جوائز كما ذكرت سالفا، أعتقد بأن التواجد الجزائري هذا مستحق، ليس كذلك؟ مستحق. الفريق الوطني دار كأس إفريقيا الأخيرة، هذه مستوى كبير، فاز بالكأس، كان أحسن فريق، اللاعبين تاعو برزوا خاصة اللاعبين الأساسيين. ظن باللي الجزائر اليوم تستحق تدي كل الجائزات اللي راهي محطوطة في اللعب اليوم. طبعا قبل أن نواصل النقاش أدعوكم مشاهدينا إلى متابعة هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ليلى بن فرحات، والذي يرصد لنا فيه أهم جوائز الكاف لموسم 2019، ثم لا نعود بعد ذلك. قبل ساعة فاصلة في هوية من سيتربع على جوائز الكاف في حفل تحتضنه مدينة الغردقة الساحلية، موسم حافل للمنتخب الوطني في مختلف الجوائز، بدءا بجائزة أفضل لاعب. رغم التسريبات يبقى الثلاثي ساديو ماني، لاعب ليفربول والمنتخب السنغالي، المصري محمد صلاح وبطل إفريقيا ولاعب مانشستر سيتي واللقب، تشوقون لمعرفة أيضا أفضل منتخب إفريقي للموسم الماضي والأفضلية لبطل إفريقيا. وعلى نفس المنوال سيتحدى جمال بلماضي زميله أليو سيسي مدرب منتخب السنغال، والتونسي معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، لكن بطل إفريقيا يبقى فوق كل الاعتبارات. جائزة أخرى مطروحة على البساط الأحمر والتتويج بها سيكون بنسبة عالية للمهاجم الجزائري يوسف بليلي كأفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء. حفل الكاف أراده المنظمون متميزا بعد تنظيم مباراة استعراضية أقيمت بسفح الأهرامات بين نجوم القارة الإفريقية وأساطير العالم، وفي مقدمتهم الجزائري رباح ماجير، دروغبا، أبي دي بولي. أما الفريق الثاني فضم خوليو سيزار، أوكوشا، كافو بقيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الكاف. هي فقط طريقة لرد الاعتبار على الأقل لهؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير لكرة القدم. ثلاثة لعيبة مميزين، حتى اللي هيفوز مش الاثنين التانيين مش أقل منه خالص، بالعكس كل بيجتهد. إذا أهلا بكم مجددا مشاهدينا. أعود إليك عامر، طبعا 4 جوائز تقريبا، هناك 8 أو 9 جوائز ربما رسمية، 4 تؤكد بأن فعلا عام 2019 كان جزائريا بامتياز.
نعم طبعا سفراء كرة القدم الجزائرية شكلوا ورسموا لنا منظومة متكاملة صحيح. من أداء وتمثيل ونتائج تقنية ورتم متصاعد وانضباط وبروز أسماء لم تكن في يوم من الأيام إلا بهذه المناسبة أو هذه المنظومة المتكاملة التي سهر عليها القائد جمال بالماضي وشاركه في عملية تكاملية أيضا كل التركيبة البشرية للمنتخب الجزائري بإضافة إلى الطاقم الإداري والتقني والطبي والمرافق والنظام اللوجستي الذين شكلوا أيضا الحاضن الأمين صح. لكل هذا الإنجاز وبالتالي إن قلنا بأن هناك من رد الاعتبار للكرة الجزائرية ممثلة في منتخبها الوطني وفي التركيبة البشرية فهم هؤلاء صحيح هشام أعتقد بأن كأس إفريقيا ربما هي الطفرة التي ربما منحت للمنتخب الجزائري والكرة الجزائرية هذه التتويجات وهذا الترشيح كانت ربما عام هو عام الجزائر بدون منازع المنتخب الجزائري صعود يعني كبير على مستوى تصنيف الفيفا لاعبين برزوا بشكل لافت هذا كله ساهم ربما في أنه تكون نستطيع القول أنه عام الجزائر إفريقيا بامتياز بامتياز عام الجزائر المجد والتألق والفرح الذي حققه المنتخب الوطني تأخر في طبعتين تأخر لأربعة مواسم أو أكثر لأنه هذا الجيل الذي وصل للدور الثاني من كأس العالم تأخر فرحه وألقه ومجده إلى غاية 2019 كان المفروض على الأقل يتألق المنتخب الوطني يفوز بكأس إفريقيا 2015 في تصريح كنا متواجدين في كأس إفريقيا في تلك الطبعة في غينيا الاستوائية رونار قال لنا لبعثة التلفزيون الجزائري أنذاك الاعتبار أنه يعرف الكثير من الصحفيين أنه سبق له أن عمل هنا في رفقة اتحاد الجزائر قال لو أعدنا المباراة ولعبنا ضد المنتخب الجزائري 1000 مرة سيفوز علي المنتخب الجزائري 2017 نفس الشيء النجاح مكرر ولكن بتبعات أخرى كبيرة جدا لذلك النجاح والتألق تأخر وتأجل إلى هذا العام نتيجة حتمية لأن الجزائر تمتلك الآن أفضل جيل صح. حسب الأرقام حسب الإحصائيات أستاذ يزيد في تاريخ كرة القدم الجزائرية صح. نتيجة حتمية أن تكون سنة 2019 سنة الجزائر إفريقيا لأن المنتخب الوطني اكتسح كل شيء قال يزيد أسلف الذكر بأن الجزائر تتواجد ومرشحة فوق العادة لنيل كل جوائز صحيح. الكاف أوردز لهذه السنة صحيح. بلغة الأرقام بلغة العقل بلغة المنطق بلغة كرة القدم باعترافات أهل الاختصاص والنقاد والمتابعين فرانس فوتبول الجريدة المختصة صنفت المنتخب الوطني كثاني أفضل منتخب عالمي بعد البرتغال استسمحك هشام لننتقل مباشرة إلى العاصمة أو إلى المدينة الغردقة مكان الحدث جوائز الكاف دقائق قبل الانطلاق الرسمي للحفل يتواجد معنا يوسف رزيق مبعوث التلفزيون الجزائري مساء الخير يوسف كيف هي الأجواء والكواليس التي تسبق هذا الحفل وهل ربما يتواجد محرز ربما هل جاء محرز هل يتواجد الجزائريون المتواجون بجوائز الكاف مساء الخير لحضوركم في أطلاطو والجمهور الرياضي الكريم في أجواء تنظيمية محكمة أنت تدرك أنه مصر أول مرة تحتضن هذه الألعاب وقبل أن أجيبك ربما على هذا السؤال معي على المباشر سيد مجدي عبد الغاني وهو اللاعب الدولي السابق المصري سنطرح له سؤالا حول نحن على المباشر في الجزائر أهلا نتكلم على الكرة الجزائرية في هذا العام سنة 2019 كانت حاضرة بامتياز طبعا الكرة الجزائرية شرفتنا والكرة الجزائرية قدرت انها تحقق بطولة الأمم الإفريقية اظهرت لنا مجموعة كبيرة من اللعيبة ما كنا يعني احنا كنا واقفين عند جيل بلومي وعصاد وبن صولة ورابح ماجر وسرجاني هم دول كانوا جنة وكانوا هم اللي عاملين الاسم بتاع الجزائر لكن المجموعة اللي جت دي نقدر نقول انها تعيد امجاد الجزائر مرة اخرى
يعني انا من وجهه نظري الجيل اللي موجود ده جيل من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ كره القدم الجزائريه. شكرا جزيلا. شكرا. اذا كان هشام وعبد العزيز ده راي اللاعب الدولي المصري السابق المعروف ايضا مجدي عبد الغني. وبالاجابه بالعوده للاجابه الى سؤالك عبد العزيز، رياض محرز لم يحضر الحفل ومحمد صلاح لم يحضر الحفل. ساديو ماني قبل قليل خدم مكانه داخل القاعة ودخل بثوب المتوج إن صح التعبير. بالنسبة للحضور الجزائري تميز بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد خير الدين زوتشي ومرفوقا بالناخب الوطني جمال بالماضي، ودخولهم إلى القاعة كان متأخرا، يعني هم أيضا دخلوا في ثوب المتوج، يعني بما أننا نلعب على تحدي في أربعة أو الفوز في أربع جوائز كاملة. إذا أعتقد أن الأمور حسمت لساديو ماني بالنسبة لأحسن لاعب في إفريقيا، لكن الأمور ستحسم إن شاء الله للجزائر حسب الإعلام المتواجد هنا بمصر وبمدينة الغردقة الساحلية الجميلة. لذلك من دون شك المنتخب الوطني الجزائري سيحصل على أحسن منتخب في سنة 2019، وأيضا المدرب الوطني جمال بالماضي هو الآخر من دون شك سيتوج. إلى جانب شيء آخر ننساه إحنا الإعلاميين، هو أحسن هدف من دون شك أيضا سيكون لرياض محرز الذي سجله بطريقة جميلة جدا في الدور نصف النهائي أمام نيجيريا، وأخرج الجزائريين إلى الشوارع وفرحنا كثيرا بالتأهل إلى النهائي ثم التتويج. زميلي عبد العزيز وهشام. شكرا لك زميلي يوسف، أنت المتواجد في قلب الحدث، سنعود إليك من بين الفينة والأخرى. يزيد، بالتأكيد لا يتواجد رياض محرز كما كان متوقعا ولا صلاح، المتواجد هو ساديو ماني والأعراف طبعا، ونعرف بأنه الذي لا يتواجد في الحفل مبدئيا هو يعرف بأنه غير متوج وما يجيش، يعني دونك ساديو ماني هو المتوج بجائزة أفضل لاعب. نهضروا على الغايبين، نهضروا على الغايبين، الغايب محرز وصلاح. الغايب اللي عنده عذر معليش، محرز عنده مباراة اليوم في كأس الرابطة، كأس الرابطة محترفة في الدربي. صلاح ما عندوش مقابلة، وهذا الحفل هذا يجرى في مصر راه غايب، ما على بالناش لأي سبب غاب، لكن من باب الروح الرياضية هاد اللاعبين هادو عندهم سمعة والشبان يحبوا هاد اللاعبين هادو. صحيح، ما تجيش غير نهار تربح، من نهار ما تكونش انت اللاعب الاول في افريقيا تجي تشارك في الحفل هذا تاع ساديو ماني ولا تاع محرز. صحيح، هنايا نرجعوا لنمط تنظيم هاد الكره الذهبيه الافريقيه. الكاف راهي بعيده بعيده بزاف، الكاف تحب تعاند، لكن كي تعاند لازم تاخذ العبر والدروس باش تحسن الدوره هذه وهذا التنظيم تاع هذا لا كومبيتيسيون. اليوم بان باللي صالح هو راح يكون المتوج، لان ماني راح يكون متوج، لان السنغاليين جاوا اون سوتيان لماني. ماني صح لاعب كبير، دار سنه رائعه مع الفريق تاعو ومع الفريق الوطني تاعو لحق النهائي ضد الجزائر، ولكن ما فاش بكاس افريقيا، وهذا يصل البالون دور افريكان. عبر شاشات التلفزيون الجزائري، وننتقل بكم مباشره الى مدينه الغردقه المصريه وبدايه حفل جوائز الكاف لموسم 2019. المذيعه مريم، ويشرفني أن أدعوكم للتسقيف الحاد لها. أنني في قمة السعادة أن أعمل معك. أشكرك. بونسوار. بونسوار بور تو في القارة السمراء. مساء الخير بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا عبر شاشات أكثر من 135 دولة. سعيدة وبتشرف إن أنا موجودة مع حضراتكم النهاردة علشان نقدم سامويل وأنا جوائز الأفضل. والحقيقة إن أنا سعادتي كبيرة جدا إن أنا واقفة جنب
يعني أيقونة من أيقونات كرة القدم في القارة السمراء، فعلا واحد من الأساطير، وأنا بتشرف أني جنبه النهاردة. وإذا كنا عايزين نقول أنه كرة القدم في القارة الإفريقية النهاردة ليها عاصمة، فهي هنا في الغردقة. أهلا بكل اللي موجودين معانا وبكل مشاهدينا في جوائز الأفضل للكاف. Samuel, je suis tellement heureuse que nous sommes ensemble ce soir. Tu as raison de l'être. On va passer. أشكرك سامول على وجودك معي اليوم. أننا هنا كما تحدثتي، نحن في عاصمة كرة القدم العالمية. أنني لدي شيء أقوله لك. اسمعيني. نحن هنا اليوم لدينا مشهد ساحري، ساحر. Mesdames et messieurs, bien. Nous allons passer une belle soirée, Mariam. نحن سو أنا على متأكد تماما أننا سوف نقضي ليلة وسهرة جميلة. لدينا اليوم الموسيقى والرقص، ولدينا نجوم العالم وأساطير كرة القدم. ويشرفني أننا سوف نستقبل على الخشبة المسرح الآن صديقتنا وأختنا المغربية. نحن هنا، يشرفني أن أقدم لكم السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تفضل سيدي. أشكرك سيدي الرئيس. مساء الخير سيدي الرئيس. شكرا جزيلا السيدات والسادة. إنه لشرف كبير لي اليوم أن أستقبلكم هذا المساء هنا في الغردقة، في هذه المدينة السياحية الرائعة، والتي تعتبر والتي تعتبر من روائع السياحة في مصر، وأيضا في هذا الفندق الرائع وفي هذه القاعة بحضور نجوم وأساطير كرة القدم لاختيار أفضل اللاعبين وأفضل العناصر في الكرة الأفريقية، سواء كانوا من اللاعبين والمدربين واللاعبين الشباب. أريد أن باسمي أن أتقدم بالشكر لكل من شاركوا في هذا العمل، ويجعلوا إمكانية قيام الفيف القيام الكاف بتنظيم هذا الحدث الرائع. وأطلب منكم وأرجوكم أن تثقفوا جيدا للسيد كاميول. كلما قمتم بتقديمه لنا والدعم ومساعدتكم لنا، إننا بالفعل اليوم في حدث تاريخي لا يستطيع أحد أن ينساه. أريد أن أشكر أيضا السيد رئيس الفيفا السيد فرديانو. شكرا جزيلا أن بالفعل أنه استطاع أن يحضر هنا اليوم ووفاء بوعده. أشكرك أيضا سيدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على حضوره ومشاركته وحرصه على أن يكون بيننا اليوم. وأيضا أتقدم بالشكر سامول ولمريم. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا سيدي الرئيس على كلمتكم. أن نقوم بعمل الحفل الثالث لبرنامج الكاف. نحن نقوم ببناء خلال 3 سنوات برنامج لإعادة تشكيل وتطوير كل ما يخص منظومتنا، ونحن كل ما نقوم بعمله في هذا البرنامج هو يصب لصالح مستقبل كرة القدم لدينا. اليوم لدينا وأمامنا أساطير الكرة في الماضي وفي الحاضر
السيدات والسادة، الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتكم لنا وحضوركم لنا هنا اليوم. وبالفعل وجودكم معنا اليوم هو شرف ودعم لنا كالاتحاد الأفريقي لكرة القدم. شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم سهرة سعيدة. شكرا جزيلا سيد الرئيس، ولدينا أيضا فيديو سوف نقوم بعرضه لكل الرعاة بورتول سبونسر. إذا نعود إليكم مشاهدينا، هذه كانت كلمة سيد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. هشام، يعني حضور يعني على مستوى عالي في هذا الحفل، يعكس الاهتمام طبعا الاتحاد الدولي طبعا، وايضا نجوم اللعبه الافريقيه طبعا، حضور انفانتينو ورئيس الاتحاد الافريقي طبعا لكره قدم، نجوم القاره السمراء بمختلف اجيالها وفي مقدمتهم صامويل إيتو هدف تاريخي لكاس امم افريقيا في مصر عاصمه كره القدم الافريقيه، ومن بين الاعضاء المؤسسين للكاف دلاله كبيره. لكن كما قال الأستاذ يزيد، بغياب محمد صلاح يعني أسقط الإتيكيت، أسقط رمزية الحفل على الأرض المصرية في دياره بغياب غير مبرر تماما، زائد توقيت الهدف. مثلا فرانس فوتبول، نحن دائما نتحدث يعني فرانس فوتبول ليس لأنه مجلة فرنسية، لكن الفرنسيين كانوا سباقين إلى اختراع كرة القدم، جوائز كرة القدم خلال فرانس فوتبول أو رابط أبطال إفريقيا أو حتى كأس العالم، لذلك هم كانوا عندهم الجرأة على البدء. توقيت غير مناسب تام. استسمحك هشام مشاهدينا، نعود بكم إلى مدينة الغرر دقة وحفل جوائز الكاف في نسخة 28، ثم لا نعود. أفضل لاعب محلي أفريقي، أن أود أن أتقدم بالشكر للسيد نائل الكاف. بليز مرحبا بك. Bonsoir monsieur. Bienvenue. C'est beau. أشكرك في قمة السعادة لرؤيتكم اليوم سيد الرئيس، من فضلك تقدم. لديكم الظرف والذي يوجد به اسم اللاعب الفائز، اللاعب يوسف بلايلي. Je crois que Youssef n'est pas encore parmi nous. Nous allons continuer. سوف نستكمل. شكرا جزيلا سيدي. شكرا مريم. بعد ذلك سوف نقوم باختيار أفضل لاعب شاب في أفريقيا هذا العام. وبهذه المناسبة سوف نعرض على سيادتكم أو على حضراتكم مرشحين لهذه الجائزة. To invite the legend Rabih Majer to announce the winner. Monsieur Rabih Majer. مساء الخير سيدي. مساء الخير أخي الأكبر، أنا في قمة السعادة أن ألقاكم اليوم. تفضل سيدي.
اللاعب أشرف حكيمي. خالص التهنئة. الفائز خالد التهنئة. أشرف تستطيع أن تعبر عن نفسك ببعض الكلمات. منارمي دارمي este premio la verdad que estoy muy feliz. إذن نرحب بكم مشاهدينا مجددا. إذن هنيئا للجزائر بأول تتويج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء. إذن هنيئا ليوسف بلايلي وللجزائر بهذا التتويج الذي كان في الحقيقة مستحقا رغم غياب يوسف بلايلي بسبب ارتباطه مع ناديه أهلي جدة السعودي. عامر مستحق يعني يوسف بلايلي ظهر بشكل لافت هذا الموسم، حصل أيضا على تتويج أفضل أو رابطة أبطال إفريقيا مع الترجي، وما فعل أيضا في كأس أمم إفريقيا أعتقد أنه يستحق التتويج. أيضا الأهداف التي سجلها لها قيمة تقنية في المباريات سواء مع المنتخب أو مع الترجي التونسي، الأداء والمساهمة في العمل الجماعي والمنظومة التقنية للمدرب سواء في الترجي التونسي أو في المنتخب الجزائري، النمط التصاعدي التحسن التصاعدي لهذا اللاعب يفرضه على الجميع بأن يكون هو أحسن لاعب في القارة السمراء كلاعب محلي. مستحق بدون منازع. غيابه اليوم أضيف يعني رأيي إلى رأي الزملاء بأن هناك خلل في التنظيم في اختيار التوقيت بالنسبة للاتحاد الإفريقي. في الاتحاد الإفريقي هذا الحفل من الناحية الاحتفالية من الناحية عمر أستسمحك لنلتقل أيضا ونعود مباشرة إلى حفل توزيع جوائز الكاف ثم لنا عودة بعد ذلك. Would like to invite. And الآن أود أن أدعو السيدة فاطمة سمورة نائب رئيس الفيفا. ماما، merci. برجاء التصفيق الحاد لأمي الفاضلة. والسيدة الفاضل أنك في قمة الجمال سيدتي، أهلا وسهلا بك دائما. The national team of the year 2019 is Cameroon. Alors, Monsieur le Président, السيد رئيس اتحاد كرة القدم، السيد رئيس اتحاد كرة القدم النسائي الأفريقي، خالص تهنئتي لكم، خالص التهنئة. خالص التهنئة سيدي الرئيس، مساء الخير. سيدي الرئيس أنا أعلم أن لديكم شيء ما تقول سوف تقولونه لنا اليوم. شكرا. حسنا أنني أن في
قمة العادة وقد تشهر. إذن نعود إليكم من جديد مشاهدينا. يزيد يوسف بليلي وبعده أشرف حكيمي كأحسن لاعب شاب في القارة إضافة إلى أحسن منتخب نسوي هو منتخب نيجيريا. تعليقك على الجوائز إلى حد الآن؟ تتويج مستحق، فازوا بالألقاب، هذه هي يعني باش كما قال مقويله قال الزميل، الفرق بين هذه التتويجات في القارة الإفريقية وفي القارة الأوروبية. القارة الأوروبية يديرهم على أساس ديكتار، كاين ديكريتير باش الناس البانيل اللي فوتي في لاكاف، ما كاش ديكريتير يعطوا لهم الناس اللي فوتي ويعطوهم الاسامي وعم بحرك خير شكون تحب. هذا صحيح، هذا تقريبا ما نعيبه، قلنا من الجانب الاحتفالي من جانب اللوجيستي من جانب ايضا الترويجي مصر وفقت الى حد كبير، لكن من الجانب التقني الاتحاد الافريقي له ما له وعلى ما عليه في الجانب التقني، خاصه في اولا المعايير التي يرتب بها المتنافسون، ثانيا كيفيه اختيار من هم الاطراف التي تختار احسن لاعب، على اي مقياس تختار، ما هي الاستحقاقات، ما هي البطولات، ما هي الدورات التي ترتب على اساسها مجموع من النقاط ثم يترتب المترشحون حسب الاداء. هذا ما نعيبه على الاتحاد الافريقي، نتمنى ان يقتدي الاتحاد الاوروبي الذي سبقونا في هذا التنظيم. استسمحك من جديد عامر والعوده بكم مشاهدينا الى حفل توزيع جوائز الكاف ثم لنا عوده للنقاش. فريق الجزائر، فريق مدغشقر، وأخيرا المنتخب السنغالي. من رجل الأعمال كامل أبو أن نحن نطلب من بيكا الباتروس أنه يتفضل معنا علشان يعلن النتيجة. من فضلك تفضل، أنه فعلا بفضل هذا الرجل نحن هنا، وأنتهز هذه الفرصة لشكره. أرجوكم سقفوا له تسقيف حاد. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، تفضل سيدي. الفريق الفائز النهاردة هو الكاميرون. لا لا أنا ما عنديش ال أنا آسف معلش ما شفتش ال معلش أنا آسف لا لا لا. الفريق الفائز معلش انا اسف انا شفت الورقه قدامي كده مكتوبه في الورقه اللي فاتت معلش انا اسف. لا الفريق اللي فائز النهارده هو الجزائر. خالص التهنئة، شكرا جزيلا، نحن فخورين بكم سيدي، تفضل سيدي. فيليسيتاسيون، مبروك سيدي. تفضل سيدي، تفضل. أشكرك شكرا جزيلا سيدتي والسادة، مساء الخير وكل عام حضراتكم بخير وعلى أي حال من الأحوال. أنا في قمة السعادة أن أمثل دولتي الجزائر اليوم، أنا فخور جدا بهذا الفوز، أنني بالفعل اختياركم نابع من فوزنا ببطولة الأمم الأفريقية السابقة، وأننا في الجزائر فخورين جدا بهذا الفوز، وأتمنى أن نبقى دائما على القمة، وأشكركم شكرا جزيلا، خالص التهنئة سيدي. أنا حضراتكم في بداية
القدم فقط، وطبعا لأن كرة القدم فيها من الفن كتير جدا كان لازم يكون معنا أكتر من وقفة فنية على مدار الحفل. احنا هنسيبكم دلوقتي مع لبناني الحقيقة دايما بيكون مبهر في كل الاستعراضات اللي بيقدمها. هنسيبكم حالا مع الفريق اللبناني المميز بعروضه مياس. Mesdames et messieurs, savourez. السيدات والسادة استمتعوا بهذه اللحظات الجميلة. إذن هنيئا للجزائر بثاني تتويجاتها، التتويج الثاني بعد جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء مع يوسف بليلي. الجزائر تحصد جائزة ثانية ما كان متوقعا طبعا. المنتخب الجزائري أفضل منتخب في القارة السمراء لموسم 2019. هنيئا إذن للجزائر بهذا التتويج. عامر، تتويج كان مستحقا بالنظر لمسار المنتخب الوطني الجزائري في 2019 مع جمال بالماضي، وزوتشي قال بأن الجزائريين يحق لهم أن يفخروا بمنتخبهم. أكيد الجزائريين والعرب عموما وإفريقيا أيضا، لأن ما قدمته المنتخب أو تركيبة المنتخب الجزائري من كرة قدم معاصرة جدا عصرية تتماشى مع وتنافس ربما المراتب الأولى في المنتخبات المتقدمة عالميا في هذا المستوى التنافسي، يشرف إفريقيا ويشرف العرب ويشرف الجزائر طبعا. رد الاعتبار للكرة الجزائرية التي مثل ما قال زميلي كان من المفروض الجيل قبل 4 سنوات أو 8 سنوات يتوج، لكن هناك وقت تقني لابد له أن يحترم، لأن لكل إنجاز إجهاد، لكل إنجاز طريقة عمل، لكل إنجاز آليات ميكانيزمات توفرت في 2019 باتحاد يسهر على المنتخب. صحيح. بتقنية كبيرة، بطاقم إداري وفني يرأسه مدرب محترف مواطن، وهذا إنجاز آخر للكرة الجزائرية أن التتويج جاء جزائريا ولم يكن أجنبيا. هذا في حد ذاته تتويجا للجزائر. أضف إلى النوعية الجيدة من التركيبة البشرية للاعبين لمنتخب الوطني في 2019 هم نفسهم تقريبا التركيبة السابقة، لكن قلنا صحيح. إيجاد التوليفة والوصفة المناسبة لمدرب عرف كيف يقرأ عودة الروح للمنتخب، عودة الروح للمجموعة. نعم، عرف كيف يرجع الروح، عرف كيف يستنفذ ويوظف كل لاعب حسب إمكانيته، عرف كيف يرد الاعتبار أيضا للاعبين استبعدوا بطريقة صحيح. أو بأخرى لسبب أو لآخر، فاكتمل إن صح التعبير نصاب المنظومة الصحيحة والقويمة لتكوين منتخب. وصل المنتخب إلى مرحلة التتويج بكأس أمم إفريقيا عامر، مضطرين أيضا لأتي مجددا إلى الحفل مع متابعة بعض العروض الفنية التي تقام طبعا على هامش هذا حفل جوائز الكاف 2019. J'espère que vous avez أقبل أنكم استمتعتم بالمشاهدة. أرجوكم أن تضيئوا جميع الأضواء لأننا سوف نقوم الآن باختيار أفضل لاعب في أفريقيا وإعلان عنه. أننا اليوم أصدقائي الأركي، من فضلكم قوموا، فإنك جميلة اليوم. أعتقد أمل أن لا تغير مني زوجتي. أطلب منك يا عزتي فيروز أن تأتي إلى هنا اليوم، أنت اليوم في قمة تألقك. أنا أعتقد أن الجميع اليوم في قمة التألق والأناقة.
أن أبحث عن شخص اليوم أعتقد أنه كان زميلي ميدو. أنا لا أراك ميدو، أين أنت؟ مساء الخير سامول، أنا هنا، أنا قادمة، أنت تسير الأمور جيدا معك. أريد أولا أن أشكرك وأشكرك جميع أن تشرفت بهذه الدعوة التي قدمتها لي أن أكون، وسمحت لي أن أكون بينكم. أتمنى لكم لحظات سعيدة. نحن أيضا تشرفنا بمشاركتكم معنا. إذا الآن سوف نتناقش ونتحدث مع نجومنا من الكرة المستديرة. نحن هنا لدينا النجم المصري، أين أنت؟ إنه أعتقد أنه غادر. أين هو الآن؟ الآن لدينا جايل، إنها موجودة. أعتقد أن أنت تمثلي كرة القدم النسائية وتمثليها بقوة. اليوم السؤال، ماذا فعلت لكي تطوري تصلي لهذا النجاح؟ أعتقد أن دعم الفيفا، دعم الكاف، سمح لي أن أعمل كثيرا وأعمل بجد على تطوير كرة القدم النسائية في أفريقيا، وخاصة في بلدي وفي أفريقيا. وأعتقد أننا في المستقبل سننافس كرة القدم النسائية الأوروبية وبقوة. أنا لدي أسطورة عالمية الآن. أين أنت؟ مس سيد كانو، مساء الخير، هل تسمعني؟ أنا أزعجك، أنا أعلم، اسمح لي أن أدعوك أن تأتي إلى هنا. معذرة، أنا أرتدي زي الطويل مغربي. السيد كانو، أنا لم أستطع أذهب أبعد من ذلك. خير سيد كانو، كيف حالك؟ أعتقد أنه يستطيع أستحق تصفيقكم. إذن ما هي وجهة نظركم في هذه السهرة الرائعة؟ ولن أشكر الله على هذا الحدث والضيوف المتميزون، وهذا هو أفضل احتفال حضرته. هل تظن أو تتوقع شيء جديد اليوم؟ طبعا الثلاثة لاعبون المرشحون هم أكثر من رائعون، ولابد أن يضحي أحدهم للآخر، لأن أي لاعب في أي مكان على أرجاء المسكونة يود أن يكون الأفضل، ولكن لابد أن يضحي من أجل الآخرين حتى لو بذل أفضل مجهوداته. أشكرك أخي واستمتعنا بك. أحد من الحاصلين على كأس العالم، أخي العزيز، كل عام وأنت طيب. فإننا قابلنا سيادتكم على السجدة الأحمر. أن في قمة الفخر اليوم، تهنئتي للكاف، وأنا أعلم جيدا أنني الآن بين أساطير كرة القدم الأفريقية والعالمية. وبالفعل نحن لدينا لاعبين على مستوى عالمي ومستوى محترم جدا. أشكرك شكرا جزيلا، سهرة سعيدة. نحن الآن مع لحظات أفضل لاعب في العالم. نحن الآن في انتظار، نحن لا نعلم من هو اللاعب الذي سوف نعلن اسمه. والسيد الرئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أدعوكم السيد الفانتينو أهلا بك سيد الفانتينو. مساء الخير سيد الرئيس، عام سعيد لكم جميعا. ما هو شعورك بعد هذا الهدف الجميل الذي أحرزته؟ يجب
أعتقد أن أستطيع أن أسجل هدف فهذه معجزة، وأعتقد أن من يصنع معجزات هو سامويل إيتو في تسجيل الأهداف. الآن أستطيع أن أترك الحديث لكم لتتركوا المجال للجمهور لكي يستمتع بهذه اللحظات التاريخية. مريم أين أنت؟ أنت جاهزة؟ مريم أنا أنتظرك دائما، سوف أصل، أنا في طريقي، أنا أنتظرك. أنت بدأت قمت بالعمل من غيري. أنا فهمت الآن لماذا هي كانت متأخرة. أنا في قمة السعادة لرؤيتك. أنت كنت تتحدث مع أصدقائك. لا هذا مستحيل، أنا لم أتركك. شكرا مريم بعد هذه اللحظات الجميلة، وسوف نختار الآن ونحن في انتظار اللعب العام، سوف نقوم باختيار أفضل هدف في أفريقيا هذا العام. شاهدوا معي الفيديو من فضلكم لأفضل الأهداف. هدف العام المرشح الأول يوسف بليلي، الهدف الثاني رياض محرز، الهدف الثالث ساديو ماني، الهدف الرابع أماندو، والهدف الخامس أماديرا. الهدف الخامس حيدر. فانجر أنونس ذا أفريكا جول أوف ذا يير. ميشي أرسن فانجر. السيد أرسنر فانجر أهلا بك. مساء الخير سيدي، أهلا وسهلا بكم. مساء الخير سيدي، أنا في قمة السعادة أن أكون معكم اليوم. هل يوجد عليك ضغط عصبي من التقديم؟ لا على الإطلاق. مساء الخير. هدف العام هو هدف ماريز. تهنئتي لكم زميلي العزيز. شكرا جزيلا. مرة أخرى أنا تشرفت أن أصعد إلى هنا للفوز بهذه الجائزة. نحن في
نحن هنا في قمة الفخر، أعتقد أننا كنا محظوظين أن يكون هو كابتن الفريق وقائد الفريق، نحن في قمة الفخر وأننا نراه في هذا الاختيار. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا سيد أرسل. سامول، إنها لحظة خاصة الآن لكرة القدم الأفريقية، لحظة متميزة، لحظة فازل، إنها لأول مرة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعلان هذا النبأ. وأطلب الآن من السيد رئيس الاتحاد الأفريقي أن يصعد إلى هنا الآن. تفضل سيدي. أجوال، وكمان مش بتكون هزيمة مباراة، ساعات بيكون في حاجات أكبر من كده بتحصل للعيبة، زي اللي حصل لضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، والحقيقة أنه هو تعرض لحادث إرهابي في 2010، وده مش خلاه بس يفقد حلمه أنه هو يكمل مسيرته كلاعب كرة قدم، لكن هو أيضا أفقده رجلي. وأعتقد هي مأساة كبيرة جدا، مش بس لعيب كورة يتعرض لها، لأي إنسان ممكن مر بيها. سامويل، vous étiez là en 2010. Oui, Mariam, j'étais là. أعتقد سامويل أنك كنت هنا في 2010 وكبت هذه. نعم، كنا في أفريقيا الوسطى، وقد كنا بالفعل جاهزين لندافع عن ألوان على منوى الوطني، وأعتقد أننا كنا في هذه اللحظات. نعود عدة سنوات للخلف. الفيديو من فضلكم. Three people lost their lives. ثلاثة تم إصابتهم، ولكن حمدا لله أن Remy Anjou. In 2019, Obilale sponsored a project that uses football to increase awareness of. Local products and encourages investment in the agricultural sector. Thank you, Obilale. Africa is proud of you. أنتم تعلمي مريم أن كل من عاشوا هذه اللحظات، هذه المأساة، نطلب منه الآن أن يأتي إلى هنا. أطلب منكم أن تثقفوا بقوة لسيد أوبيلالي اللاعب الجميل. أهلا بك عزيزي، أهلا بك، من فضلك تفضل تفضل. تفضل، شكرا جزيلا، شكرا. لقد بالفعل إنها لحظات مؤثرة جدا بالنسبة لي. شكرا جزيلا أن تكون بيننا، فخور بك أنك لم تستسلم، وأن كما ترى أن كل أسرة كرة القدم في العالم وفي أفريقيا هنا اليوم وتشاركك وتدعمك. شكرا جزيلا. مساء الخير السادة، سيدات والسادة، أنا تشرفت اليوم أن أكون بينكم هنا وبجوار السيد رئيس الكاف ورئيس الفيفا وكل أعضاء اللجان والهيئات الرياضية هنا اليوم. أن اليوم أتمنى أن أشكر كل الشعب المصري اليوم وكل المصريين على هذا النجاح الباهر لهذا الحفل على الأرض المصرية. أريد أن أحيي أيضا
الاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمه لي بجوار الاتحاد الأفريقي. أنا بالفعل نجحت في تجاوز الأزمة واستطعت أن أواصل حياتي بفضل دعمكم جميعا لي، وبالفعل أنا فخور بكم وأهدي هذا الانتصار الذي حققته وهذا الإنجاز إلى أسرتي التي دعمتني ووقفت إلى جواري، وأسرة كرة القدم التي لم تتخلى عني أبدا وكان دائما إلى جواري. شكرا. تحيا كرة القدم الأفريقية، يحيا الأمن والسلام في العالم بأسره. شكرا سيدي الرئيس. تفضل سيدي الرئيس. شكرا جزيلا. نحن نتمنى لك السعادة من خالص قلبنا. شكرا لكم. سهرة سعيدة. شكرا لك. موجود معنا النهاردة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. السيدات والسادة، الآن استكمالا للتشويق، أفضل لاعب أفريقي اليوم، والتصويت حدث بواسطة المتخصصين في مجال كرة القدم. انتظر، نحن نريد أن نغير البرنامج، إنه ليس شيء خطير. أعتقد أنه إعلانكم إعلان عن اقتصاد. And I